نبتدي دايما نبصوا is ours is او ours او cancer channel blocker خلاص كده وخلاص. ده منفعش او ده منفعش combine منفعش حط عليه شوية diuretics منفعش بقى تبدأ تقعد تحط بقى ايه الفا بلوكر بيتا بلوكر كده يبقى واضح ان البيتا بلوكر تقهقر يعني رجع للخلف بالنسبه للهايبرتنشن. يبقى انا عايز اشوف كل الناس الهايبرتنسيف يبقى بياخدوا كالسيوم شامل بياخدوا ايس بياخدوا الاثنين يعني حاجه زي كده عشان يبقى الواقع افضل يعني. ده الايه المصري. في بقى حته كده اسمها ايه ادجوفنت ثيرابي انك انت لازم تدي طبعا انتي بليتلت. عاده مريض الهايبرتنشن خلي بالكم هو لايبل هو دايما الارترز بتاعته بالنسبه للبرين البرين نفسه هيبقى عنده مشكله ان ممكن يجيله ستروك. الستروك دي مش بس سريبرال هيموريدج لا هو ممكن يجيله سريبرال انفاركشن هنشوف هذا الكلام ان شاء الله. وبناء عليه الانتي بليتلت مهمه بس خلي بالك اللي هو اسبرين الاطفال اللي بيسموه اسبرين الاطفال اللي هنتكلم عليه ان شاء الله. طبعا الانتي بليتلت اللي هي بتبقى حوالي 75 اسبرين يعني 75 مش كده ملي جرام بتبقى حوالي يعني 75 ملي جرام مرتين يوميا مرتين يوميا حلو كده. طب هو بس انت اهم حاجه ايه يا دكتور؟ تبقى هو طبعا قاعد يقول له ايه؟ قاعد يقول له ايه؟ الاسبرين ده ممكن يعمل ايه؟ سريبرال هيموريدج يخليه يتعرض كده يعني. لا انت يو كان كنترول البلد بريشر يعني انت كنترول البلد بريشر ودي الاسبرين الاطفال لان ده بيقلل المورفين. يبقى حتى هما لما قعدوا يوزنوا ريسك بينفيت لقوا البينفيت اكتر لما طبعا الهايبوليبيديميك دراجز لازم نشوف الليبيد بروفايل كل ده جاي في عندنا احنا كده في الكارديولوجي كده شطه صغير قوي عن الانتي كواجولان والانتي بليتلت وعندنا شطر عن الهايبر ليبيديميا وايه الادويه اللي انت بتستعملها يعني دي هتيجي ونتكلم فيها ان شاء الله. يبقى انت لازم انت تشوف بقى باباك كده هو هايبرتنسيف بياخد ايه بالظبط بياخد اسبرين بياخد انتي هايبوليبيديميكس لازم يعني ما تسيبش كده الناس كده بالذات الميل لان الميل بيبقى دايما احنا عندنا الوفيات كلها كده كوروناري وسريبرال يا دكتور خلي بالك الرجاله. طب نيجي بقى نشوف حاجه طبعا التجميعه الشهيره هايبوكاليميك هايبرتنشن. بص ما تجيش بقى في واحد يروح مقلف يقول لك ايه واحد عنده هايبرتنشن وبياخد دايوريتك فالدايوريتك عمل له هايبوكاليميا لا كده انت بتخرج. طب انا هقولها لك بقى بطريقه ثانيه. طب واحد عنده هايبر تنشن ويسهال والاسهال بيعمل هايبوكاليميا هنقعد هنهرج مع بعض. لا انا عايز الديزيز اللي عمل هايبر تنشن هو اللي عامل الهايبوكاليميا خلي بالك من الكلام عشان ما تكونش معاه هايبر تنشن ومعاه اسوشيتد مش عارف لا فاهمين المعنى لازم المرض نفسه زي الكونز زي طبعا الكونز الالبستيرون عادي الالبستيرون بيعمل ايه؟ صوديوم ريتنشن بوتاسيوم اكسكريشن. طب زميله كوشن كورتيزون عالي صوديوم ريتنشن بوتاسيوم اكسكريشن. طب زميله الثاني بقى رينال ارثروز رينال اسكيميا بيطلع الرينين والرينين ايه نهايته؟ رينين انجيوتنسين البستيرون يعني في الاخر برضه وايه كمان؟ بس كده كده مش كده؟ ادي الايه؟ الهايبوكاليميك هايبر اللي فيهم بيبقى ملفت قوي
هي طبعا ممكن لما يجيب لك حاجة زي كده ممكن يجيب لك لا كونز لا مارينا ارض ستيوارز، لا كونز مارينا ارض ستيوارز. طيب في بقى هنا يعني احنا حسينا يعني المفروض الانتي هايبرتنسيف دي يعني ادوية مهمة جدا طبعا. طب انا هنا دلوقتي لما اجي انا اختار الدواء بقى في هنا بص بقى هذا العنوان هام للغايه، واضح ان الادويه كل دواء له صفات، وبعدين حاطين احنا زي اللي هو الجايد لاينز اللي بتقول ابدا بالكالسيوم شانل وابدا ومش عارف ايه فاهم ازاي. طب انا دلوقتي برضه في حاجات هتحكمني هضطر ادي الدواء الفلاني، فعشان كده كاتب لك الايه اللي هي ايه الظروف اللي بتجبرك يعني كومبيلينج فاكتور بتخليك تدي دواء معين وما تديش دواء معين. طب بناء على ايه الكوموربيديتي. خلي بالك مريض الضغط، انا مش عندي ضغط بس، انا عندي ضغط وعندي كلى والكبد تعبان، انا عندي ضغط وعندي سكر، وفي واحد كده يعني ساده، في ناس بيبقى ضغط بس ده حلو قوي، بس في ناس عندها حاجات كتير عنده كوموربيديتي. فهو كاتب لك جمله بيقول لك ايه ازاي الكوموربيديتي اللي هو الامراض المصاحبه بتؤثر على التشويس بتاعك. فمثلا هتلاقي كاتب لك اي سي انهبيتور، الاي سي انهبيتور هحس ان انا لازم اديها في المريض الهايبرتنسيف الدايابيتيك. حسينا ان الايس انهبيتور المره اللي فاتت قلنا ايه على الايس انهبيتور، ان هي بتعمل فازو دايلاتيشن في الافرنت ارتريول فبتقلل الجلوميرولار بريشر. ده كان في مين؟ في الدايابيتيك نيفروباسي. ليه؟ لان قلنا في الدايابيتيك نيفروباسي الانترا جلوميرولار بريشر اخباره ايه؟ لو سوري الانترا جلوميرولار بريشر هاي، فانا لازم ايه؟ اوطيه. يبقى مريض، يبقى انتوا كده عندكم كده اي واحد فيكم دلوقتي بابا هايبرتنسيف او مام ودايابيتك، طب فين بقى الايس او زميلتها الارس؟ ما تاخدهاش ليه؟ لازم تاخدها يابا عشان نظبط لك المواضيع دي، عشان ده رينو بروتكتيف. طيب لو واحد عنده هايبرتنشن وهارت فيلير، طب انا لازم ادي الايس؟ لازم لان الايس اساسي في الهايبرتنشن. يقول لك لو واحد عنده هايبرتنشن وجاله ستروك قبل كده بيقول لك ايه؟ بص يا دكتور الايس انهبيتور وطبعا الارمز، بص ما يسري على الايه؟ على الايس يسري على الارمز. لقوا ان الايس والارمز الاثنين جود بروفيلاكتيك ميديكيشن للستروك، يعني تحمي دماغك. طب انا واحد جاله ستروك قبل كده انا خايف من ايه؟ من الستروك اللي بعدها هتخلص عليه، يبقى كان لازم ادي ايه؟ ايس، وهكذا. يعني هو ده الاختيار. واحد عنده ليفت فنتريكولار سيستوليك ديسفانكشن لازم تدي الايس بري لود وافتر لود ريدكشن. طب امتى ما تديش الايس؟ امتى بقى ما تديش الايس يا جميل؟ في البريجننسي. ما اقدرش ادي الايس في رينو فاسكولار هايبرتنشن، رينال ارتستينوزيس، وقلنا وانا اخص البايلاترال رينال ارتستينوزيس. الاربس زي الايس واحد، بس الاربس انا بديها امتى؟ بضطر اديها امتى؟ لما انا محتاج للايس بس الراجل بيكح منها، يبقى انا مضطر ادي له ايه؟ مضطر ادي له ايه؟ اربس. صح ولا لا؟ محدش معاه مذكره زياده في ايديكوا دي؟ حد يكون خد اتنين كده حاجه لصاحبي؟ انا هو ورق الليالي يا صاحبي كان معايا مذكره قديمه. لا ده دي انا مره امبارح كنت انا بعت من زمان من عندي انا لا لا مش دي يعني هي دي كده دي فاضيه؟ اه مش عارف رأيك. 2 جنيه لو سمحت.
عارفين الحاجات دي يا جماعه بتوع السلام؟ 5 جنيه حاجات غريبه. طيب نيجي بقى نقول ايه؟ طب نشوف البيتا بلوكر. البيتا بلوكر انت خلي بقى ده بيقول لك ايه؟ انت ليه باباك بتديله بيتا بلوكر يا ولد وهو هايبر تنسل؟ كمان البيتا بلوكر ليها برضه مشاكل برضه، جسم مهدود وتعبان ودين مكتئب، معلش يعني وبتعمل كومبليكيشنز يعني، معلش اقول لك حاجه اسف، بتعمل امبوتنس شويه. طب انت بتديله ليه؟ لا اصل انا بابايا اصلا عنده اريزما، بابايا عنده سكيميك هارت ديزيز، اصل ابويا كان جاله مايوكارديال انفاركشن، يعني الحاجات دي مهمه ليها قوي البيتا بلوكر قوي. ربنا يحفظك. لما هايبر تنشن كده قال لك طب ما هو البيتا بلوكر جاي فين في الهايبر تنشن؟ ده جاي تحت خالص. يعني بص احنا كنا كان زمان بص من 5 6 سنين يقول لك ايه، بص البيتا بلوكر ده هو ده اللي بيوطي الضغط. انا بقول لك اهو بص ايوه صح هو كويس بس ليه مشاكل كثيره. طب انا ليه اخده؟ بعد ليه تدي بيتا بلوكر بقى لشاب يعني واد لسه لا مؤاخذه هيتجوز اديله بيتا بلوكر واحكم عليه بالبيتا بلوكر طول عمره؟ خلي بالك في ناس لما ياخدوا بيتا بلوكر نو سايد افكتس خالص. انت بتسال المريض بقى، بتسال المريض اوكي طيب بديل بيتا بلوكر. البيتا بلوكر هتبقى كونترا انديكيت، خلي بالك ان الايس والاربس ممنوعين في البريجننس. البيتا بلوكر بقى تبقى ممنوعه في مين مثلا؟ في الناس اللي عندهم مثلا سي او بي دي. ايه رايك واحد عنده سي او بي دي ده مش كويس؟ مش هتقدر تعمل برونكس سبيز لو مش مكتوبه كده مكتوبه؟ طب ما تكتب مكتوب ايه؟ سي او بي دي اكتب. وحاجه كمان عارف ايه؟ والبريفرال فاسكولار ديزيز. ايه رايكم في الناس اللي هم عندهم رينولدز وحاجات زي كده؟ طب ايه اللي بعد البيتا بلوكر؟ مين اللي بعد البيتا بلوكر هتلاقي مين؟ الكالسيوم شانل. انا بديله كالسيوم شانل. بص كالسيوم شانل دي بص يعني ادويه رائعه لانها تكاد بص الكلمه تكاد تخلو من السايد افكت. هشوف الكلمه بقول اقول تكاد تخلو مش عايز اقول لك يعني. بس الوحيد اللي فيه سايد افكت مؤلم شويه هندرسها البرابامين. البرابامين ده يعني شويه رخم شويه، هبحكي لكم قصته في الاسكيميك هارت والشابتر القادم، هناخد بقى الكلام ده بالتفصيل، بيتا بلوكر بالتفصيل، كالسيوم شانل بالتفصيل، كل ده هيبقى في الاسكيميك هارت. الكالسيوم شانل عشان كده اقول لك ايه، بص ايزوليتد هايبرتنشن، يعني لو انا عندي ضغط بس ما عنديش حاجه ثانيه خالص، مش محتاج حاجه خالص كده، اديني كالسيوم شانل. لو انت يا جماعه حلو قوي لذيذ وظريف يعني ما علينا. الكالسيوم شانل كمان بينفعني قوي قوي في ايه؟ في الهايبرتنشن اللي معاه اسكيميك هارت ديزيز. الالفا بلوكر بقى ايه رايكم فيها؟ ايه رايكم في الالفا بلوكر؟ نحبها في مين؟ طب ايه الاستخدام الثاني الالفا بلوكر؟ ما احنا دلوقتي هنسترجع دلوقتي الانتي هايبرتنسيف. شفت انا لاقين ازاي؟ لاقين ها الالفا بلوكر كان بيستخدم في ايه؟ عايزين نروح في ايه؟ في السنايل بروستيت. قال يبقى انا تعبان وعمال اقول لك البول يا دكتور اللي بيضايقني والبروستاتا. طب احنا هنعمل احنا حاجه اسمها بيلفيك سونار، بيلفيك دون سونار، هقول لك البروستاتا كبير، سهل قوي، يبقى البروستاتا هي اللي مضايقاك، لازم في علاجه الفا بلوكر. امال هتكتب الدواء ازاي؟ ولا مش كده يا دكتور ولا ايه؟ يبقى هنا بص هنا دي ايه؟ حاجات خلتني مضطر اكتب الادويه دي. وما اتحكمتش بالابروتش اللي فات، لا معلش مش همشي على الابروتش. خلاص كده؟ طيب ايه رايك لو واحد البول هتلاقي فيه رجاله، يبقى خلي بالكم بقى الست اللي هي عماله تقول لك البول بيفط مني والبول بينزل مني ولما بكح بيجي لي ستريس انكونترنس، انا اديتها دواء اسمه ايه؟ اديتها دواء خدناه فين؟ انا نسيته الحقيقه. مين يفكرني؟ دواء غالي. بص برافو عليك انت افتكرت اهو، والله في دواء غالي بتاع البول بياخدوه الستات اللي هو كان جاي من كلمه ديتروزا المصري بتاعه اليورينري بلادر، اسمه ديتروزيتول.
خلي بالك، يبقى الفيل التي تشكو من مشاكل اليورين هتحتاج للديترو ديتروزيتون. اما الرجل اللي عمال يقول لك بقى البول والبول بينزل مني بالعافيه وبحزق وبقف كتير، يفضل يا دكتور واقف بالربع ساعه عشان البول ينزل، وده فيه خطوره عليه. خباك ده راجل كبير تلاقيه واقف ومستني البول ينزل، تلاقيه شويه ممكن يدوخ امال ايه ويقع في الارض. اروح يجي له مين؟ اسمه ايه الدواء اللي هو كان ليه اسم تجاري كده بتاع البروستاتا، كان اسمه كارديورا، ده الفا بلوكر كارديورا. شفت يا جميل؟ خباك احسن من ده. اصل الناس دي ناس كبار، والناس الكبار دول بيبقوا يعني احباب الرحمن، ناس كبار في السن كده بيبقى ضيف، يقول لك ده ضيف عندنا خلاص. بس هو ليك بس يكون خواتم اعماله كويسه ان شاء الله. تروح انت فاقع الوليه دي تدرس دول، عمك الحاج اللي هو كارديورا يدعي لك على طول، شكرا ليك. بس خلي بالك بقى، في ناس بتلاقيه راجل كبير بس البول بيفط منه جامد، مش مال. يبقى القصه مش بروستاتا، في حاجه تانية. البروستاتا ما تخليش البول كده يفط كده، المهم يعني بيبقى عنده انكونتيننس. ده لو خد الفا بلوكر هتلاقي البول يسيب منه اكتر، فاهم ازاي؟ هتلاقي شتت تاني. هتاخدوا الحاجات دي عارف فين؟ في المسالك البوليه، وعندكم البروستاتا السنه دي في امراض جلديه اللي هي ما بتتذاكرش تقريبا، لان جلد حاجه جلديه، اذاكرها ازاي؟ شفت ازاي؟ بالظبط. لا وليه كورتيزون ليه؟ المراهم في السوق ماليه البلد، المرهم فيه انتي بايوتيك وانتي فانجر وفي ستيرويد وفي كل حاجه. عندك ايه؟ التراش لازم تسمعه بره، كذا كذا كذا، طب خد المره وهتخف يا عم، مع السلامه. شغلانه. طب يلا يا عم، نيجي بقى بناء على هذا هنبتدي نخش. طب ممكن بس سريعا كده، بس يعني نعمل كده حاجه بسرعه. الانتي هايبرتنسيف، يلا بقى كده طلعوا معايا من اول السلايد. هو الورق بتاع النهارده كده لسه بنسترجع، احنا بنسترجع ما بنزنقش حاجه. اللي ياكل على نفسه ينفع نفسه. خلي بالك، اوعى ترجع لي من اجازه نص السنه وانت مش مذاكر اللي احنا خدناه، ومش عايزك تذاكر باي هارت قوي، بس تبقى ذاكر يعني ذاكرته وفهمته او الحاجات سمعتها حلو وخططتها وروقتها وعرفتها. ده يهمني انها مش لازم اقعد احفظ زي التلامذه، بس ابقى فاهم ومذاكر بس، عشان بيجي بعد كده الجديد. اصل الميديسن ايه عيب البطنه؟ عيب البطنه تيجي في وسط الدراسه تلاقي خدت حاجات، وبعدين في حاجات داخلة عليك بقى، انت بقى ايه؟ بتاخد حاجات، انت بتاخد حاجات لسه، لكن لسه احنا يعني لسه الموضوع ما زادش. بعد فترة تلاقي نفسك ايه؟ برانش في الثاني في الثالث في الرابع الثالث، ويعني تسابه، وبعدين في برانشات داخلة عليك، تلاقي نفسك ونفس الكلام في الجراحة. فبتلاقي انت وانت بتبص كده تلاقي نفسك ايه؟ في حاجات راحت وحاجات جاية. ابقى انا ايه؟ مش ملتزم. خلاص كده؟ فانت تمشي اول باول، بس بشرط اللي يكسر ده كله الفهم. انا فاهم، انا مش مذاكر قوي بس انا فاهم كويس. ده اللي يهمني عشان تبقى، وبلاش شغل الكتاب. سبيشال بروب. يلا بقى ايه السايزايد؟ يلا مين يقول لي يكلمني كلمه عن الدايوريتك في الهايبرتنشن؟ مين يتبرع؟ انت دايما تتبرع. يا عم احمد، مش عارف ايه بتاعك من الكلام ده. دكتور في الصوديوم ليفل في البسل وول،
يعني احنا بنحب نبتدي بمين؟ سايزاين. كويس قوي. السايزاين اسمها ايه؟ داي هايدروكلوروسايزاين. الدوز من كام لكام؟ مينيمم 12.5، ماكسيمم نقول 50. في راس بقى في السوق انتي هايبرتنسيف، انتي هايبرتنسيف فيها سايزاين، بس القرص ده بقى اللي هو الغباء، ده اسمه غباء الشركه، شركه الادويه غبان. انا بقول له كده، بقول له ابني روح قول للمدير بتاعك ايه العبوه دي، عامل لي الدواء في مثلا ايس او في عفريت وفي معاه 12.5 مللي ايه سايزاين، بعد عامل القرص بيتقسم. طب انا لو قسمت القرص هيبقى السايزات كام؟ بس 6.25، كاني ما باخدش حاجه. يبقى انت بقى ايه يعني ايه؟ يبقى انت قصدك لما اقسم القرص ايه يعني بالظبط؟ يبقى انت كان لازم تعمل لي حساب الحكايه دي. خباك من المينيمم دي. طيب السايزايد طبعا كان فيها سايد افكت كده موجود في الهارت فيلير. ايه السايد افكت بتاعته؟ مين يقولوا معايا؟ بيعمل ديسليبيديميا، بيعمل هايبر ليبيديميا، وهايبر جليسيميا، وهايبر يوريسيميا. خلي بالك يعني برضه هو ليه عيوب طبعا، بس ايه؟ يقول لك ايه بقى؟ بص هذه العيوب يمكن تلافيها بالسبوندوسايزاين. طالما انا دايما عشان كده احنا نعشق جرعه 12.5، اخرك 25، ما تخشش في ال 50. كده انت هتجني حاجات. خلي بالك عشان تبقى راجل محترم. ادي السايزايد، يلي السايزايد ايه بقى؟ خليكي معايا برضو، اللي هو مين؟ لازكس. انت ندي لازكس في الهايبرتنشن. يعني حتى دايما في الجايد لاينز يقول لك لما تيجي تبدا خد سايزايد في الاخر بقى، بقى ايه؟ زود حاجه. لا ايوه قول يا دكتور جدع. الجي اف ار قليل، يعني راجل الجلوميرا فلتريشن ريت قليل، يعني السايزايد مش هيبقى افكتيف. وايه كمان يا دكتور؟ العيان ايه؟ مورم، مورم، هايبر فوليميك، سولت ووتر ريتنشن، امرجنسي، عايز حاجه تنزل الميه دي بسرعه. يبقى هنا اعتبر بلازما. متى يعتبر السبايرونولاكتون انتي هايبرتنسيف؟ قول يا عم الشيخ يلا. الكونز. هو انا في كام دقن هنا؟ 1 2 3 4 5 6. طب يعني ان شاء الله يعني هي دي اخر حصه ليكم تقريبا. الحصه الجايه تنزل تلاقي البوكس مستنيك. فبنقول ايه يا دكتور؟ الايه كونز، كونز هنا يبقى انتي هايبرتنسيف صح دكتور. بس احنا في الاندوكرينولوجي قلنا الالدكتون اتس ان انفكتد ان برايمري كونز، لما كنا بنقارن بالبرايمري. لا يعني لا، انت بس انت بتتكلم في موضوع تاني. هبال بتاع بقى وانا اقول لك الغلطه بتاعتك هتعرف. بس انت ارجع بص هتلاقي نفسك انت هتعرف الغلطه لوحدك. بعد الدايوريتك في ايه؟ اللي بعد بيتا بلوكر. يلا قول يا عم البيتا بلوك بتعمل ايه هي؟ هتعمل نيجاتيف اينوتروبيك، نيجاتيف كرونوتروبيك، والرينين يقل. بس كده. ايه بقى اللي هي النون سيلكتيف زي مين؟ الكاربيدولول، بس ميس ان هو بازو دايليتور، والاندرال. وقلنا الاندرال ده البروبلانول ده محدش بيستعمله قوي. طيب وبعدين السيلكتيف كونكور، بس قول الاحسن ده طبعا اسمه العلمي، بايسوبرولول جرعته من 2.5 لحد 10 مللي. هو ممكن تاخد حد 20 مللي عشان تبقى فيها، بس كفايه 10 مللي. انت لازم تاخد بالك من الهارت ريت. وايه كمان؟ اللي هو اتينولول. كويس. دي اللي هي كانت البيتا بلوكر، والتفاصيل بتاعتها فين؟ في الاسكيميك هارت هنتكلم عنها ان شاء الله. الالفا بلوكر كان برادوسين. كان ايه عيبه الاساسي؟ الفيرست دوز فينومينال. زميله اسمه ايه بقى؟ الدوكساسوزين
اللي هو الجارديولا. عبيت الاثنين بيتجبوا. بس احنا عندك ايه الميني بريس ده بستين كلمة احنا بحبوش. فانا ايه دايما اقول ايه طبعا ادي الكارديورا. الكارديورا برضو سلبته كده الدنيا بدون داعي كده. ففي ناس تقولك وباخد كارديورا. خلي بالك بص في ستات هتاخد كارديورا. بس تاخد كارديورا ليه؟ كأنت هايبرتنسف. تقول ايه ده كارديورا ده بتاع البروستاتا يا حاجة. وانت عندك بروستاتا جهل الناس. يا ابني ده الفا بلوكر يا هلا. خلي بالك من الحته دي. اه مريض. في ناس بيبقوا عيني تعبان. سنترالي اكتنج اللي هو مين؟ ما تقول يا عم حاجه. قول يا دي اللي ورا. الالضو هي. انت الالفا مثال ده بقى ايه السايد افكتس بتاعك؟ علي صوتك يا علي. ممكن زي الكلونيدين ما فيش منه. وايه تاني؟ لا 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 هو بيعمل ايه؟ ديبريشن واكسترا بيراميدال. واوعى تنسى الاوتوميون نيوليتيك والاوتوميون هيباتايتس. مستو ان احنا نقدر نديه اثناء البريجننسي. نقدر نديه اثناء البريجننسي. طيب بعد الالفا مثال دوبا هنجد مين؟ الفازو دايليتور زي مين؟ هيدرالازين. الهيدرالازين اسمه ابريزولين. ايه عيبه الرئيسي؟ ريفلكس. عيبه الرئيسي ايه؟ ايوه ريفلكس تاكي كارديا فظيع وسيستيميك لوبس لايك. مظبوط. ومش مهم جرعيته. كالسيوم تشانل سيبها مين اكسيديل اتلغى دايزوكسايد. دايزوكسايد يبخس في حالات ايه؟ الهايبر تنسيف امرجنسي والانفلونوما. وبيتاخد باي انفيوجن وهو دواء فيري باورفول ولا داعي ان انا ازنق نفسي في الجرعه بتاعتي. شوف احنا الايه الجرعات يعني احنا بنختار حاجات معينه. جينا بعد كده عايزين مين بقى؟ عايزين الايس مش كده ولا ايه؟ انا مفروض حاجه صوتو جلاتوكوسايد هو ده. قول لي كده فازو دايليتور ارتيريال ولا فينيولا؟ الاثنين. بيستخدم باي انفيوجن. وخلي بالكم افكركم بحاجه عن الصوديوم نايتروكوسايد. كان الضوء يبوظه. عارفين كده ولا لا؟ خدناها في الفرق. يقول لك اوعى تعرضوا للضوء، اي ضوء ما تعرضوش. ولذلك بيعملوا ايه؟ بيحطوا عليه ايه؟ اه هو الدواء نفسه بيجي في علبه معموله من ازاز داكن اللون. وبعدين طب انا هاخد الدواء ده احلله في ميه وهحطه فين؟ في ازازه المحلول عشان يتاخد بالانترابينس دريب فيري سلولي. يبقى اعمل ايه بقى؟ تغطي المحلول ازازه المحلول واللاين اللي نازل ده بغطيه بايه؟ 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 بلاستر. ده اقتراح. ها؟ شاش. كويس قوي. عايز حد يقول لا مفيش حاجه اسمها اي حاجه. ايه اي حاجه دي؟ يقول لك ايه؟ اي حاجه؟ ايه؟ كيس. كيس ايه؟ كيس فاكهه. ها ايه تاني؟ ايه؟ فايل. الفايل مش عارف الفايل بتاع البوتاجاز. مستشفى هتجيب منين الفايل؟ طب يا عم اسمع دي. اكتب يا سيدي علبه الصوديوم نايتروكسايد اسمه نبريل. العلبه نفسها معاها ورقه فايل. ورقة الفايل متفصله على ازازه المحلول وعلى اللاين. انت لما تقول بقى الحاجات التانيه دي يقوم يبان ايه؟ ده الواد ده بان عليه ما شافش حاجه قبل كده. لا انت ساعات هتخش كده المستشفى تلاقي ناس متعلق محلول وتلاقي الازازه متغطيه بفويل وتلاقي اللاين كله متغطي بفويل. تعرف ان ده مين؟ البريد. ماشي يا دكتور؟
ممكن بقى لو انت مش لاقي الفويد ده بقى ممكن تغطيه بايه؟ ببيجامه ولا حاجه، تجيب بيجامه او بنطلون، ممكن بالبنطلون بتاعك بقى الواحد يقلع البنطلون ويروح حاطه على البتاع. نيجي بعد كده ايس الايس انهبيتور. الايس انهبيتور هي بتعمل انهبيشن للكونفرتنج انزايم. ايه بقى الميزه؟ رينين انجوتنسين الدستيرون كله ده خلاص انا وقفته. حلو كده. الكونفرتنج انزايم لما يبقى بلوك هيؤدي الى عيب واحد، انكريز في ايه؟ براديكالين. فين؟ الله يوم يكح. طيب قولوا لي الاس انهبيتور، يلا استاذ الاس انهبيتور تعمل ايه في البوتاسيوم؟ تعليه ولا توطيه؟ انا مهلوك فكري. فكري. تعليه هي والارض. لذلك بص يا دكتور بقى اسمع هذه القاعده، السايازايد دائما يعمل هايبوكاليميا، يبقى لازم احط مع السايازايد ايه؟ بوتاسيوم سبيرنج اللي هو اسمه ايه عندكم؟ كان في دواء اسمه ايه؟ انا كمل نكتب اسمه ايه؟ ايوه اسمه ايه الدواء التجاري؟ موديوريتك. طب خد الدواء ده كمان كده اعرفوه، اعرفوا الدواء ده كمان عشان تبقوا عارفين يعني اسمه ايه؟ حتى اسمه لذيذ باين التاتازاين. يبقى ايه؟ الدكتون مع سايزاين. الدكتون مع سايزاين. طب انا اقول لك بقى حاجه، طب وما رايك لما الاقي في ايس؟ خلي بالك هي دي بقى اللي جايه دي اللي مهمه. الايس والاربس دايما معاهم سايازايد، او مش دايما بنحط على السايازايد ايس واربس. ليه؟ السايازايد هتوطي البوتاسيوم، الايس والاربس هتعلي البوتاسيوم. كده مفيش مشكله. جميل الكلام ده؟ عشان كتير هتلاقوا ايه بقى؟ ترايتيس مش عارف ايه طيب كده اهو. طبعا انتوا بقى بصوا ما علامه وضع الدايوريتك على الانتي هايبرتنسيف في السوق؟ انك انت مثلا تسمع ايه بس؟ بس مش هنقول، مش هقول تفاصيل. يعني انا عندي دواء اسمه ايه؟ كونكور. كونكور ده اللي هو مين؟ بيتا بلوكر. بيتا بلوكر بايزوبرولول. طب ايه رايك لما يبقى اسمه، لما يبقى اسمه كونكور بلس؟ بلس يبقى فيه دايوريتك. خلاص؟ طيب لما اجي اقول لك ترايتيس، ترايتيس، ترايتيس ده رامي بريل ايس انهبيتور. ايه رايك لما تلاقي حاجه اسمها ايه؟ ترايتيس كوم. كوم بس هو بيحب الفيبر كومبليكيت، يعني هو بقى ايه؟ يعني كومباين مع مين؟ دايوريتك. بس انا بقى مزاجي اكتب كوم بي تقيله، يعني هو بيلعب يعني، يعني ظريف، هو ظريف. فاهم ازاي؟ في مثلا تلاقي فكلمة بلس وكلمة كوم دي كلها حاجات بتبقى في برضه ساعات كلمة اسمها ايه بقى؟ بدل ما يقول لك كوم يحط اسم الدواء ويروح حاطط كلمة ايه؟ يقول لك شيل كوم، يقول لك كوم. يعني مثلا ايه؟ في دواء مثلا في السوق هتلاقي مكتوب عندك تحت في الاس انهبيتور، اهو اس انهبيتور اهو تحت اهو في نفس الصفحة. في دواء اسمه ايزابريل، مش كده؟ ايزابريل ده اسمه ايه العلمي؟ ايزابريل ده ميزته رخيص، ايه لابريل؟ فايه؟ يقول لك انا باخد ايزابريل كو، يبقى كو يبقى في دايوريتك. عشان بس ابقى فاهم يعني ايه كو؟ يعني ايه كوم؟ يعني ايه بلس؟ اوكي؟ في ادويه ثانيه في علامه للدايوريتك، ما هي دي بقى ايه؟ فنون الاسماء. انا بديك برضه يمكن حد فيكم عنده تلل ويبتدي يلعب في الحاجات دي وتعمل فيها سابوبة. وحتى انا بهزر يا دكتور، في ناس بيبقى متابع للحاجات، بيتابع يقول لك هي دي. انا الان انا في كل شركات الادويه في العالم كلها على فكره. منين؟ منين النت. يقعد يخش ويتكلم، هم لو واحد بيتكلم كلام حلو تلاقيهم هم عاملين ايه؟ بص مفيش حد يبعت حاجه الا هو يرد عليه. ساعات يقول لك ايه؟ احنا عايزينك تجي لنا. امال ايه؟ بس احنا قاعدين مش حاسين باللي بيحصل. يعني ممكن تعمل فلوس وانت قاعد فين؟ وانت قاعد على السرير.
اسمه ايه الرمز الاخير؟ بايو. ده اوسخ رمز في يوم الحقيقة. بايو. يقول لك مش عارف ايه دايو. ايه دايو؟ دايو بس دايو دي رخمة الحقيقة. طب حد يقترح اسم بقى هنا لإضافة الدايوريتك على أي دواء؟ يبقى ادي اسم الدواء، عايز أحط الكلمة تدل على الدايوريتك. يلا بقى دكتور أدف. ايه؟ أدف. أنا اقترحت دواء أحط بول على طول. ترايبيس بول. في كلمة أوسخ بقى بس مش عايز أقولها. في حد اقترحها، كانت كلمة وسخة بلدي بتتكلم. هبقولها لكم بعدين. طيب نيجي بقى طبعا الاس انهبيتور قلنا عليها ايه؟ فيها سايد افكتس. هي والاربس. الاربس بقى هتتميز بيها يا استاذه لو انا عندي كحه استعمل ايه؟ الاربس. يلا بقى قولي لي انت صنفين الاربس اسمهم ايه؟ مجرد الاسم. فالزرتان اسمه ايه؟ الفالزرتان اسمه ايه في السوق؟ طارق. الوقت حتى لما نزل السوق يقول لك ايه؟ تخيل، كنا نضحك، تخيل في دواء نزل اسمه طارق. هو اسمه فعلا طارق. واللوزرتان قلنا اسمه ايه؟ كوزار او كوزرتان. على فكره بقى بص بقى هتعرفوا ان في كوزار وزميله. بص بقى ايه؟ دي برضو احد الطرق الحلوه بس مش حلوه قوي يعني. هو الهيدروكلوروسايزاين او الحرف ايه؟ اتش. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه في كوزار وفي زميل اسمه هايزار. فيقول لك ايه؟ هزار. فاهم ازاي بيسموه كده؟ يعني زي كلمه كوزار بس بيشيل السي ويروح حاطط الايه؟ الاتش. اتش قال يعني هيدروكلوروسايزاين. كل ده شركه بتقعد ايه؟ على رايكم انتوا يا شباب يعني ايه؟ لا في كلمه كده انتوا بس انا نسيتها، كلمه شبابيه كده ما اعرفش. بيعملوا حاجه يعني بيألفوا يعني. بيتكس ولا مش عارف ايه. او يتنقط مش عارف حاجه كده. طب نخش بقى على حصتنا النهارده وهي حصه اقصر حصه في السنه. في حد ما معوش الورق بتاع الحصه بتاع دلوقتي؟ يا سلام، وده انا اديكم متاخرين انتوا الاثنين بالذات. بعد كده هتضربوا بالنار بالخرموش. يلا ماشي يا باشا. حد عايز سندوتش؟ احنا ممكن نيجي لحد البيت يعني. اتفضل يا باشا. اطمر يا باشا. حد تاني؟ معايا دكتور؟ اهلا وسهلا، تعالي جوه يا نور. تعالي وسع عد لوختك يعني. وسع عد لوختك يعني. هو ده معدك. مش عارف حاسس بسيدة اعمال. يعني يجي في الاخر بعرف. يا اهلا. بناء بقى على اللي احنا كل اللي قلناه ده يلا بينا نختار انتي هايبر تنسيف حسب البروبلم اللي قدامي. كل دي بقى البروبلمز دي اعتبرها زي اسئله، اعتبرها سؤال. كل دي اسئله في الامتحان. يعني مثلا ممكن يقول لك ايه؟ How can you treat a case of hypertension and diabetes? How can you treat case of hypertension and heart failure? How can you treat hypertension with COPD? ده كلام مهم قوي. ده اللي احنا هنقوله بقى لوحدنا. يلا بقى نقوله لوحدنا. واحد عنده heart failure و hypertension، ايه الادوية اللي تنفع الاثنين؟ الاس. وطالما قلنا اس يبقى ARBs والدايوريتكس. ايه رأيكم؟ صح كده؟ طب ايه رايك في البيتا بلوكر؟ انا كاتب افويد بيتا بلوكر بس علامه استفهام. يعني ايه؟ حاسب ان البيتا بلوكر لكن احنا هنديها زي ما اتفقنا. سلو جو ستارت سلو. لا مؤاخذه يعني انت تديها كده عشان الهايبرتنشن
لا ده مش بتعالج هايبرتنشن. البيتا بلوكر دي ليها يعني ليها ابروتش معين. اوعى يعني زي الثانيه اوعى تدي برابانيل. اكتب دي اكتب دي بقى جريمه في بير السلم. دي جريمه جريمه على طول كده زي مصانع الادويه اللي هي في بير السلم. يروح يجيبوا حته حجر من الجبل ويقعدوا يقطعوها تابلتس ويعبوها ويكتب عليها سنترام. وانت عمال تاخد السند مش عارف يا اخي بطل وجعني الاهل مش عارف لا دي بس ده حجر بسيط ياخد وقت في الهضم. بس احنا ايه حجر هاهضم امه. ما احنا بناكل فول يا لا ما يفرقش معانا والله ما يفرق. هايبر تنشن مع سي او بي دي افويد مين؟ ايه؟ البرابامين ليه جريمه؟ الفارابامين نيجاتيف اينوتروبيك ونيجاتيف كرونوتروبيك. هتقولي طب ما البيتا بلوكر كده. خلي بالك البيتا بلوكر انا اديته ليه في الهارت فيلير؟ لانه بيقطع السمباثيتك درايف فدي مفيده. لان السمباثيتك درايف ثبتت ان هي هتعمل نيكروسيس وهتعمل ابوبتوزيس وهتبوظ الكاردياك مايوسايتس. الفارابامين مش هيقطع السمباثيتك ما هينبني منه الا انه نيجاتيف اينوتروبيك فهو ممنوع. ممنوع. طيب هايبرتنشن وسي او بي دي هبل عن مين؟ مين اللي بيعمل برونكس بازما يا استاذه؟ البيتا بلوكر ممنوع يبقى دي كالسيوم شانل. طب ايه رايكم؟ بصوا مكتوب ايه؟ ايس او ارمز؟ انت تفضل مين؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان الكحة. عارف ليه؟ انا هتلخبط يعني بيني وبينك يعني. فانا لما الاقي واحدة ازماتك اقول لها بص خدي بقى الهربس عشان لو قعدت اصوات الكحة دي. هسأل سؤال، انا عندي برونكيال ازمة، انا دلوقتي عندي برونكيال ازمة، الاتاك هيجي لي دلوقتي، انا قاعد اهو، ايه اول حاجة تحصل؟ ايه؟ اكح. كده ايه؟ انا عارف نفسي اروح كده مستهلك شويه كده واروح ايه خارج بره كاني رايح الحمام اروح بطلع البخاخ اروح راجع ازاي. هنفترض انت قاعد مع خطيبتك مش عايز تقول لك انت عندك شويه حساسيه في صدرك فانت رحت كحل مره واحده فانت تروح انت جاي ايه عامل كده بص العصفورة او ايه ده انا بقى الكحه دي بقى عشان البرونكيال ازمة مش كنترول ولا من الايس. طب ما تخليها في الاربس انما الاثنين مش غلط. فاهم الفكره اللي انا بقولها؟ لا اوكي. نيجي بقى هايبر تنشن ودايابيتس. البيتا بلوكر مش مستحب ليه؟ حسب سؤال. انا لما يجي لي هايبوجلايسيميا ممكن اموت. طب مين اللي بيحميني من الهايبوجلايسيميا؟ الادرينالين بيطلع ازاي؟ ويبتدي يحصل لي بقى سويتنج وبالبيتيشن وتاكي كارديا وبتاع. لو انا باخد بيتا بلوكر هتلاقي الحاجات دي ما تحصلش. يبقى انت هنا يو مي ماسك سيمتوم اند ساين وهايبو جلايسيميا علاوه على انه البيتا بلوكر بتعمل يا اولاد ديسليبيديميا يعني. بس انا كاتب افويد بيتا بلوكر ايه بص فوق اف بوسيبل. لا يا حبيبي انا ابويا دايابيتك وهايبرتنسيف وسكيميك هارت. خلي بالك قاعده السكيميك هارت في قاعده ذهبيه لازم الهارت ريت يقل لازم يبقى حاجه و60 او بالكتير 70. ما ينفعش قلبي يبقى سكيميك ويبقى بيجري 90 ما ينفعش. يبقى انت علاجك ده فالصو. يعني يجي لي عيان سكيميك هارت من غير ما اشوف روشيتا وريني النبض ايه يابا ده؟ النبض ده 95 روشيتا من غير ما اشوفها زباله. يبقى انت لازم تراعي دي. لازم قلبي يمشي على مهله كويس. ايه كمان مع السكيميك هارت ديزيز احنا سوري في الدايابيتس ده انا لازم ادي ايس. وطالما قلنا ايس او ارمز عشان اوسع الافرنت واقلل الانترا جلوميرولار بريشر مش كده؟ كالسيوم شانل بلوكر تنفع.
هايبرتنشن في بريفرال فاسكولار ديزيز. احنا قلنا يا اولاد البلاد فيسل فيها الفا ريسبتور فازوكونستريكت وبيتا 2 ريسبتور فازودايلكت. انت اديت بيتا بلوكر، اديت بيتا بلوكر، لما اديت بيتا بلوكر انت قفلت مين؟ البيتا 2، صح كده ولا لا؟ يبقى انت هتعمل له بريفرال فازوسبيس عشان الالفا هتبقى اربوبوز. يبقى انت ما ينفعش تدي الواحد عمال يقول لك في ناس كده. حتى هقول لك على حاجه، بص بلاش رينود والحاجات الجامده دي. في تلاقي مثلا ايه ولاد او بنات، هنقول البنات اكتر على فكره، تلاقي ايه تيجي في الشتاء، الشتاء تلاقي ايديها دي متلجه، بس مش متلجه، لا ده متلجه وبتوصل لمرحله ان هي كانت بتزرق، وتلاقيها الحته دي بدات تتعور من الاسكيميا. في ناس كده بس هو مش مريض، هو كده، هو كده. وتلاقي البنت دي تحب تلبس جوانتي وبتاع. طب انا بقى لو هي كمان عندها الضغط ولا عندها حاجه ولا هي واحده ست، اروح مديها بيتا بلوكر؟ ده راح مر صحيح. معلش انا اسف. يبقى كانت تديها كالسيوم تشانل بقى، وسع لها البلاط لسه يا اخي، مش كده ولا ايه؟ طيب لو سيلكتف برضه. لا بص بقى يا حبيبي، السيلكتف بيتا بلوكر اللي بيقولوا عليها ده ايه؟ مع لارج دوز بتبقى نون سيلكتف. حاجه ثانيه يقول لك ايه؟ لا لا ما تخافش، انا بابايا عنده برونكيال اسما بس انا بديله بيتا بلوكر بس سيلكتف. لا يا حبيبي ابعد عن الشر وغنيله يا بابا. ليه تديله بيتا بلوكر؟ بتاعي هو بتاعي انا، بفهمك اهو. طيب تعالى نشوف كمان مشكله. هو المشاكل البروبلم كانت حوالي 64 بروبلم، فانا خليتهم 10 بس. طبعا انتوا عارفين ليه. هايبرتنشن وسكيميك هارت ديزيز، افويد هيدرالازين. ليه؟ تاكيكارديا. وانتوا عارفين ان فيديبل، نيفيدبن ده اللي هو ايه؟ كالسيوم تشانل. نيفيدبن ده كروناري فازو دايليتور بس ريفلكس تاكي كارديا ابن 60 كلب. عشان كده يقول لك اوعى تدي نيفيدبن الون، هتعمله تاكي كارديا فظيعه جدا. عشان كده لما نيجي نروح بقى في الاسكيميك هارت هقول لك لو انت عايز تدي نيفيدبن حط عليه بيتا بلوكر. ما ينفعش تديه. تلاقي الراجل يقول لك يا دكتور انا ده انا باخد روشته يا دكتور، يعني بتاع خمس اصناف، قلبي تعبان برضه. تلاقي الراجل تمسك النبض تلاقي النبض بتاعه 100 وشوف. ما ينفعش. يبقى العلاج مش صح. طب اديله ايه بقى؟ ادي بقى بيتا بلوكر، ادي كالسيوم شانل بلوكر. على فكره الاسي انهبيتور برضه والاربس حلوين برضه. اللي هو عشان دول اسكيميك هارت ديزيز. بعد كده طبعا البريجننسي بقى افويد الهيدرال لانه بيعدي البلاسينتا، فتعمل فيتال بريديكارديا. الدايوريتكس بيقول لك عليها بتقلل بلاسينتال بلاد فلو، يعني انت ما تلاقيش واحده حامل وجسمها وارم، ما هو وارم من الهرمونات، تقعد تدي بقى الدايوريتك، سيبها يا اخي. ما تديش ولا اس ولا اربس. شوف كده مكتوب اس واربس كده ولا لا؟ ايسي وفاصلة اربس، اوعى تديهم في الحمل. الحمل للدواء الشهير الفا مسال دوبا هو ده هو تشويس حقيقة. في هيدرالازين على فكرة كالسيوم تشانل بيدوها، بس شوف بقى بص بقى حتى الان بتاع النسا زميلي يجيب له واحدة حامل وعندها ضغط وعندها الكلى ده الدوميت. خدي الدوميت يا ست الكل، اسمع كلامي بس. ايه كمان بعد البريجننسي؟ في ايه؟ هايبرتنشن والكلى. ادي اي ادويه، ادي اي ادويه، بس خلي بالك انا بدي، يعني ممكن ادي كالسيوم تشانل وممكن ادي، بس خلي بالك بقى الايس والاربس. بص هنا مكتوب ايس واربس، يعني هنا مكتوب ايس مش كده ولا ايه؟ مكتوب ايس او اربس، بس ويز مونيتورنج. لازم تعمل مونيتورنج. مونيتورنج ليه؟ ليه؟ السيرم كرياتينين. انا اسال السؤال دلوقتي، عايز الاجابه كلها في لحظه واحده. اولا هتمونيتور سيرم كرياتينين والبوتاسيوم. امتى الايز والاربس يبقوا ابسوليوتلي كونترا انديكيتد في حاله من حالات الكلى اسمها
اسمها ايه؟ بايلاترال رينا الارضي. خلي بالك الكلام ده كله عشان هنا بقى ايه السليكشن اللي هم بيقعدوا يعملوا ايه. بيجي يقول لك ايه ده الدكتور يا دكتور قاعد معايا في الشفوي ده كل حته قاعد يتكلم معايا الانتي هايبرفوز. طب هو مش هيقعد يقول لك بص مش هيسالك على الدوز تدي ده امتى وده امتى وليه؟ طب لو الحاله فيها كذا تعمل ايه؟ يشوفك انت بتعرف تختار لان ادويه الضغط دي الجي بي لازم يبقى عارفها مش المتخصص. جي بي يبقى عارف ده امتى اكتبه وده امتى ما اكتبوش ودي خبره هحط ده ومش هحط ده كده. بعد هو بيقعد يعمل ايه بقى؟ يقعد يديك هو في الام سي كيو كمان سطرين كده بروبلم سطرين مريض عنده كذا وكذا 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 تختار مين؟ طب مين اللي هو ما تكتبوش؟ تقوم تختار كده تشوف بقى انت ايه فاهم الكلام ده ولا لا. طب يجي بعد كده ريمان المالجنت هايبرتنشن عموما بقى مالجنت واكسلريتد هنتكلم عليهم ورا شويه اللي هو ايه يا دكتور؟ بص خليك معايا المالجنت هايبرتنشن والاكسلريتد دول ناس انا جبت سيرتهم مره هو عباره عن واحد ضغطه 100 200 120 ايه اللي بيفرق ما بين الاثنين البابليديما؟ المالجنت هايبرتنشن في البابليديما والاكسلريتد ما فيهوش بابليديما. انت عارف ايه مشكله الاثنين دول ايه؟ مش رقم الضغط لا مش رقم الضغط بص جدع الرابيديتي بتاعت الرايز بالبلاد بريشر هي دي القضيه. انا عندي بنت دلوقتي يعني 25 سنه البنت جايه برينال فيلير شابه زي الفل وايه وقمر يعني هي متجوزه وعندها عيلين لسه متجوزه يعني البنت دلوقتي بتعمل دايليسيس انا يعني تعبان نفسيا بسببها والله وهي عندنا فين حاجه اسمها فرق شمس تخصصي في الوحده عندنا البنت شكلها عندها هايبرتنشن وهي مش دريانه وبقت مليجنا وجت يا دكتور عارف جايه ايه البرزنتيشن لا ما عندهاش حاجه خالص بص ما فيش حاجه انا عيني مزلله فراحت راحت بتاع رمى ده قال لها انت عندك بابليديما ازاي قاعد يكشف رمض يا اخويا سبب البابليديما دي مفيش انا ايه اللي يخوف من البابليديما اهم حاجه ايه نافوخي كومبرين تيومر رنين نورمال روحي بقى لحد ميديسن قيس الضغط يا عم اخر حلاوه كيدني فانكشن بايظه خلاص اند اورجان دامج عشان كده الناس نقيس ضغطنا مش عشان انا شاب صغير لا ده انا لسه صغير لا يا اخويا قيس الضغط وانت معدي كده قيسوا قيسوا ضغطكم قيس ضغط اخواتك الشقه وصفكم عملت معاهم قيس ضغط بنت الجيران انا انت قيس بس ضغط الراجل الاول بعد كده خش على البنت ممكن اقيس الضغط لو سمحت في مرض مشهور قوي قوي بنات صغيرين رينا الارثروسيس شفت حالات كتير قوي على فكره منه ما انت طبعا قبل الجواز تاخد معاك الجهاز والسماعه بتدفع فلوس لا مؤاخذه بتدفع جامد في شويه تحاليل بسيطه بس لا كلها ما فيهاش حاجه. طيب نيجي بقى فالناس دول ايه مشكلتهم بقى يا اولاد؟ لما الضغط يضرب قوي تروح انت جاي زي العبيط موطيه بسرعه دي بقى بتعمل مصيبه فلازم تربط الضغط جراديوال. وفي ادويه مقترحه كلها باي انفيوجن يعني ايش نايتريت ايش هيدرانازين ايش مش عارف ايه. لكن على فكره هل ممكن ندي اورال؟ ممكن يعني ساعات عيان يبقى كده يعني البنت دي على فكره احنا ايه مريحينها في السرير خالص وبندي اورال واديناها اورال ايه بقى؟ بص بيتا بلوكر وكالسيوم شانل ما رضيتش اديها ولا ايس ولا اربس ليه؟ لانها ممكن تطلع علينا ارثروستينوزس خلي بالك لحد ما اتاكد بالدوبلكس سكان ان هي مش رين ارثروسيس شوف هنشوف ايه هنعمل ايه وربنا يسهل يمكن البنت لما ضغطها يهدى
بس الارقام تنزل وتمشي ميديكال لان هي عملت غسيل. ويا ابني بقى تلاقي اللي في السن ده تلاقي العيله كلها امم جايه معاه في المستشفى والمستشفى مقلوب عشان البنت بتغسل فوق. مصيبه. نيجي بعد كده هايبر تنشن والالدرلي. كبار السن تخيل كنا دايما نقول ما نديش دايوريتك، دلوقتي قال لك سمول دوز سايازايد بروتكتيف قوي للناس اللي هم الالدرلي، عارف بيبروتكت ذيم فروم ستروك مايوكاردال انفاركشن. عشان كده هتلاقي في بعض الناس بياخدوا ايه 12.5 مللي سايازايد، وممكن تحط ايس او اربس او كالسيوم مشاكل، بلاش بقى البيتا بلوكر. خلي بالك بلاش البيتا بلوكر، ده انت بس تقول لي والله انا جدي بياخد ترايتيز رامي بريل كده ومعاه 12.5 مللي سايازايد والدنيا مظبوطه صح كده الدواء صح مظبوط بس. دايستوليك ديسفانكشن، قولوا لي ايه الادويه اللي بتحسن الدايستوليك ديسفانكشن؟ قول يا دكتور انت. بيتا بلوكر، كالسيوم شانل زي البراطامين او ديلتيازين. افيديبين لا، ما احنا هنشوف لما ناخد البتاع. نيجي بعد كده فهمتوا بقى البروبلمز دي كده، انا كده بدات انا افهم ازاي انا تو سيلكت. يبقى انا الاول اذاكر الانتي هايبرتنسيف ايه هم، ثم اعرف الستبس الستيب 1 2 3 4، ثم اقرا ايه الحاجات اللي بتجبرني اكتب الدواء الفلاني، ثم اطلع على هذه البروبلم. دي بروبلم فلان عنده كذا وعنده كذا، ادي له ايه ما ادلوش ايه؟ كان انا بسالك، كان انا بسالك. وبعد كده هايبرتنسيف انكيفالوباسي اكتب عليها دي بروبلم في الامتحان. هيجيب لك ايه؟ نعم. دايستوليك ديسفانكشن اللي هو ايه؟ انتوا عارفين الليفت فنتركل بيبقى فيه هايبر من الهايبر تنشن، فبيبقى ما عندوش قدره ان هو يبقى ايه؟ ريلاكسنت. عدم قدره الليفت فنتركل على الريلاكسيشن بيخلي الدايستوليك بريشر اخباره ايه في الليفت عالي ولا واطي؟ عالي. يوم الليفت اتريال بريشر يعلى، فتلاقي المريض ديسنيا ورصبني اقوم انا ايه؟ اروح مديله دواء انتي هايبرتنسيف وعنده ضغط. طب ما نديله بقى بيتا بلوكر او برطامين عشان ده بيريلاكس الفنتركل. مش هو انا قلت الافيدرين؟ لا، لان الافيدرين ده ملوش دعوه بيه الهارت، هو بريكارد بازو دايليتور اونلي. ما تكتبيش ده جاي في الاسكيميك هارت، انا بس مش عايز اضرب بقى كلام كتير. طب نيجي بقى نخش على مين يا جميل؟ هايبرتنسيف. هايبرتنسيف ايه؟ انكيفالوباسي. الهايبرتنسيف انكيفالوباسي هو عباره عن ايه يا دكتور؟ عباره عن واحد ضغطه عالي جدا، يبقى انت اكتب كده على العنوان كده فيري هاي بلاد بريشر زائد ديتريوريشن في الليفل اوف كونشس. انت دلوقتي عندك حاله فيها فيري هاي arterial blood pressure زائد deterioration في الليفل اوف كونشس. كده ببساطه الموضوع. يبقى انا يا دكتور هسالك سؤال قبل ما اتكلم. لو جالك واحد ضغطه عالي قوي ولقيته مرمي في الارض كونشس وحش، ده هيطلع حاجه من اتنين، لا هايبرتنسيف انكيفالوباسي لا اما ستروك. خلي بالك ستروك نزيف في المخ، جلطه في المخ، فانت لازم تفرق بينهم. فخلينا في الهايبرتنسيف انكيفالوباسي، الضغط عالي مره واحده، فطبعا لما الضغط بيعلى مره واحده يا اولاد الدم بيخش البرين بجش. هنا بقى عشان الضغط عالي صادم، فالاوتو ريجوليشن بتاعت السريبرال ارتريز ما قدرتش تحكم العمليه. يعني هو يقول لك ايه؟ نتخيل ان البرين داخل عليه سيل من الدم، فتلاقي السريبرال بلاد فيسل تقفل. ايه يا عم اللي داخل عليا ده؟ هنا مش هيقدر، دخل الضغط عالي مره واحده، جاش اوف بلاد
برين إديما. تلاقي الكابيلري بريشر في البرين أعلى، كابيلري إيه يحصل برين إديما. فتلاقي المريض بقى يحصل له إيه جميل، ضغط عالي، كين كابيلري هاي بلا بريشر، الكونشس الراجل داخل في كوما، داخل في كونفالجن. فأنت دايما أول حاجة في الفحص الكوما، طبعا أي واحد جاي في كوما هناخدها في النيورو، بنديله جلوكوز على طول، لكن الفكرة هتفحص إيه؟ lateralization، signs of lateralization. يعني هل هذا المريض، خلي بالك يا دكتور، هل هذا المريض عنده جسمه نيورولوجيكال شمال زي يمين؟ يعني هل الجسم نيورولوجيكال شمال زي يمين؟ لا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما اجي اقول لك ايه ده الراجل اللي عنده ساينز اوف لاترالايزيشن، اروح جاي مثلا ماسك ايده الاثنين كده ارفعهم، بص هو الراجل نايم، تيجي تسيب ايديه تلاقي ايد بتنزل قبل الثانيه، الايد دي فيها ايه؟ هايبوتونيا. تيجي تقرصه في ايده الشمال جامد تعمله الم، ليه ما بيحركهاش؟ ايده اليمين تقرصه في ايه؟ بيحركها. هو طبعا الراجل ازاي؟ تيجي تعمل له مثلا بلانتر ريفلكس تلاقي ناحيه فليكسور ناحيه اكستنسور. هنقول الكلام ده بقى في النيور، ساعات انت بيبان تلاقي الراجل ايه؟ بقه عامل كده. تيجي تفتح عينيه، في ناس كده تفتح عينه كده المفروض يبقى هو باصص قدامه، ليه باصص لك عامل لك كده؟ الله الله الله، ده الزبون جسمه نيورولوجيكالي شمال زي يمين، دي اسمها ساينز اوف لاترالايزيشن. دي معناها بقى، قولوا لي دي تحصل في الستروك ولا في الهايبرتنسيف؟ الستروك، لان الهايبرتنسيف انكيفالوباسي فيها ايه؟ ديفيوز برين إديما. ديفيوز برين إديما، العمليه ديفيوز يا اولاد، مخي كله وارم، لكن الثانيه بص في الرسمه الستروك حته معينه على الشمال او على اليمين. خلي بالك ايزر هايبرتنسيف انكيفالوباسي او الستروك لازم تقلل البلاد بريشر برضه. بص واحده واحده، عارف مين اللي كارثه قوي لو وطيت بلاد بريشر رابيد قوي؟ ها عارف الهايبرتنسيف انكيفالوباسي، يقول لك وقت الضغط يعني الى حد ما اسرع شويه، لكن عارف الاستروك؟ الاستروك لو وطيت ضغطه بسرعه العواقب وخيمه. عشان تبقى عارف وهتعرف جدا في الكلام، وانا جاي استروك ليه؟ لان البلاد بريشر بتاع نافوخي اصلا كلها ضيقه، واللي بيعمل سبازم خلاص مفيش غنى، تيجي انت توطي لي الضغط جامد كده هتعمل لي مصايب ثانيه، هتعمل لي ديفيوز سيريبرال اسكيميا. لا الدكتور قاعد يدي ضغط وطي، الرقم بقى مظبوط بس العيان تدهور. خلي بالك، نيجي بقى نشوف ايه بقى يا دكتور التريتمنت. لازم ادي ادويه من اللي بالك فيها، الادويه اللي هي ايه؟ كل يعني الادويه دي عماله تتكرر كل شويه، نايتريت انفيوجن، مش لازم الدوزز بقى، زي ما قلت لك ان جه قال لك هايبرتنسيف امرجنسي مش عارف ايه، طب ايه الادويه اللي بتاخد بالانفيوجن؟ هو اجدع دواء سيف بالانفيوجن نايتريت، ويليه مين؟ في بقى عندنا بقى اللي هو الصوديوم هيدروكسايد، عندنا الهيدرالازين، عندنا اللابيتالول، في ادويه كتيره بس اللي هو الفيري بوبولار النايتريت اللي هو كان اسمه ترايدل، تي ار اي دي اي ال، يقول لك احنا حاطينه على الترايدل. بس انت قولوا في دراجز باي انفيوجن زي كذا، لكن ما تقعدش تحفظ جرعات، هنا هتبقى جرعات مش حلوه ترتيب. بيجي بقى نقول طب العيان ده جاله كونفالجن اديله ايه؟ اديله دايزيبان. جاله برين ايديما مانيتول، ايه رايكم في المانيتول؟ المانيتول مش مستحب والبلاد بريشر عالي، لان المانيتول هو هايبر اوزمولار سوليوشن،
بيشد الفلويد من انترستيشال فيشن. شو حتى اقول لك ايه هو دي هايدريتنج ميجر، يعني ايه بيشد الميه من التيشوز، لان هو هايبر اوزمولار سوليوشن. انا لما يبقى انا عندي هايبر اوزمولار سوليوشن في البلازما هيقعد يشد الميه من التيشو فيعمل لي هايبر فوليميا، ممكن يزود الضغط. فانا مش عايز المانيتول في الوقت ده. النازكس هنا هيبقى افضل للضغط وللبرين إديمة. انت شايف ان المانيتول انت محتاج له كنترول بقى الضغط بالذات، لان احنا هنتكلم عن المانيتول في الاستروك ان شاء الله. الاستروك هنتكلم فيها عن المانيتول. ريفراكتوري هايبرتنشن كلمة بتتقال على الناس اللي هم مش مستجيب. لما تلاقي المريض مش مستجيب يبقى في حاجة. السبب الرئيسي مش هتصدق، نون كومبلاينس، ان العيان مش كومبلاينس، ما ياخدش الدواء مظبوط. في عيانين غريبة قوي، في ناس عارف ماشي ازاي دكتور وماشي على كده ولا حد قال له حاجة. انا دكتور بعرف نفسي ضغطي عالي ولا لا، فانا بعرف من دماغي لما بحس ان دماغي مش مظبوطة باخد القرص. في واحد تاني انضب شوية، والله يا دكتور شوف انا اتعودت. بص في ناس مش عارف جايب الكلام ده منين. انا اتعودت اصلا عندي جهاز ديجيتال. يا سلام ديجيتال، يعني انت راجل ما شاء الله. طب وبعدين انا بقيس الضغط كل يوم الصبح قبل ما انزل، الاقي الضغط كويس خلاص، الاقي الضغط عالي اخد الدواء. يا سلام ما ينفعش يا حبيبي، دي مشكله. دي نون كومبلاينس. اكتب نون كومبلاينس والجهل، زود الجهل دي بتاعنا احنا. مين اللي قال لك كده؟ والله انا بعمل كده. طب برافو عليك. السبب الثاني ان في سبب جامد انت مش عارفه، في سكندري كوز زي رينال ارتستينوزس مثلا. انت فين ما بتعالجوش. بس اخر حاجه، ودي تبقى اخر حاجه في الهايبرتنشن، ايه بقى يا عم؟ دي سؤال تجميعي، رينال هايبرتنشن مع النفرولوجيا تفهموه. يعني لو جيت قلت لك رينال هايبرتنشن هتقول لي ايه؟ والله في امراض زي مثلا الجلوميرولونفرايتس ورينال ارتريستينوزيس ورينال فيليير والكلام ده كله. طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هتروح كاتب له ايه؟ كلينيكال بيكتشر اوف هايبرتنشن، كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، النفريتك شكله كذا، رين ارسنوزس شكله كذا، مش عارف رين الفيليير شكله كذا. ده سؤال على فكره، ده سؤال مشهور قوي يعني كده اهو. انفستيجيشن للهايبرتنشن كيت 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 والجوز، الكيدني فانكشن، اكتب جنب الكيدني فانكشن كمان نقول يورين اناليسيس، يعني دوبلكس سكان على رين الارتري نشوف في رين ارسنوز ولا لا، و و و الى اخره. والانفستيجيشن للسبب زي ما قلنا، والعلاج، العلاج هو علاج الهايبرتنشن والكوز، يعني حاجة سهلة. في سؤال مشهور جدا جدا اسمه كيورابل هايبرتنشن. اسمه ايه؟ كيورابل هايبرتنشن. الكيورابل هايبرتنشن عبارة عن ايه؟ ان هو ايه بقى المعنى بتاعه؟ سيرجيكالي كيورابل هايبرتنشن، سيرجيكالي كيورابل هايبرتنشن. يعني هايبر، بص يا اولاد، هو الضغط بتاعنا بيبقى كيور؟ لا، الضغط بتاعنا كنترول. كلمه كيوراتيف يعني العيان حصل له ايه؟ عمل عمليه والهايبرتنشن راح، وليس في حاجه للانتي هايبرتنسيف خالص. طب زي مين بقى جميل؟ رينال ارتريستينوزس، في كروموسايتوما بالظبط، مكتوب كو اركيتيشن كونز، حاجات كلها تحس ان هي عايزه عمليات جراحيه. يبقى كلينيكال بيكتشر اوف هايبرتنشن، كلينيكال بيكتشر اوف ايه؟ اوف ذا كوز. في ناس تحب الاسئله دي يقول لك ايه هو الكيورابل هايبرتنشن؟ عشان يروح سالك في الايه؟ في الكو اركيتيشن، يسالك في الارسينوزيز، يسالك في الكونز. طب والكونز فيه ايه؟ وايه الانفستيجيشن؟ ويفضل يجيبك يمين وشمال. وهو وفي الريتن، ده سؤال ريتن، كيورابل هايبرتنشن ده سؤال ريتن عندك وعندك معروف. اصل دي اسئله يعني
مشهورة. طبعا دكتور هنا في الريتن اكتب له جنب كل كوز كلينيكال بيكتشر بريف. بالظبط. ما احنا بقى ان شاء الله كده نقعد نحل بقى، احنا بنيجي في الاخر بقى نقعد نحل، ولا هتكتب هنا كذا وتكتب هنا كذا. يعني برضو لازم الواحد يكتب ايه، يعني في اسئله بتبقى عايزه اختصار، وفي اسئله بتبقى عايزه شويه كتابه، يعني عشان هو في الاسئله متصنفه 10 نمر وخمس نمر ونمرتين وثلاث نمر وحاجات زي كده حسب بقى الرقم. والعلاج كنترول البلاد بريشر ثم يعمل عملي. هناك تو اكسبريشن، يعني احنا دلوقتي ايه كلمه مالجنت هايبرتنشن واكسلريتد هايبرتنشن، هو الكلام كله اتحط بقى في كلمه هايبرتنسيف كرايسيس، اللي هي ضغط فوق ال 220 دي تعتبر كرايسيس. طب هي نوعين، هايبرتنسيف ايرجنسي وهايبرتنسيف ايمرجنسي. الايرجنسي يعني ايه كده بالبلدي، ما تقراش بقى خارج، بالبلدي ايرجنسي يعني ايه، هو ضغطه عالي قوي بس ما فيش اند اورجان دامج. ممكن تقول لي مين التارجت اورجان بتاعت الهايبرتنشن؟ كيدني. طب الكلى هيحصل لها ايه؟ زي البيت رينال فيلير، الهارت هارت فيلير، البرين ستروك. يبقى العيانين دول تيجي تروح لراجل كده يا لهوي ده انت ضغطك 200 مش عارف على كام، وبعدين تقعد تبص كده مفيش حاجه هو كويس. دي ايرجنسي، ما تخافش يعني دي ايرجنسي. فاحنا عايزين نوطي الضغط، بس برضه توطيط الضغط يا جماعه بالراحه، يعني ما تقعدش تجري كده، بتوضيه في خلال ممكن 24 و36 ساعه، ما تقلقش خالص، يعني ايه واحده واحده كده. حتى دايما يقولوا ايه، بصوا يقول لك ايه، حاول الناس دي كمان لما تيجي تخلي ضغطها ينزل اظبطه، سواء ده او اللي تحته اظبطه على 150 90، ما تخلوش يقطع كده دلوقتي. حتى انت هتوطيه خلال مثلا كام، 24 36 ساعه ولا حاجه. بص بقى بلاش بقى 120 80 دي والنبي، بلاش الرقم الزباله ده، يعني الرقم ده ايه؟ ما دي المشكله. ما هو مكتوب لك ايه بقى، مكتوب لك ايه في الاول، خلي بالك الهايبرتنسيف كرايسيس بص بتحصل في مين بقى، بتحصل في واحد نورمو، واحد هايبرتنشن زي مين، زي واحد عنده الضغط وراح قلب بقى ايرجنسي او ايمرجنسي، او واحد ما عندوش ضغط واول ما جاله الضغط جاله كده. البنت دي على ما يبدو كده 25 سنه، فالبنت مش عارفه زار ضغطها جه ضغط وراح جاي لها على طول هايبرتنسيف ايمرجنسي رينال فيلير، نصيبها. يبقى ممكن كده. المشكلة في ايه؟ الدم بيروح ضارب في النافوخ جامد وفي الكلى، بيفرتك الدنيا دي كلها خالص، فالاوتو ريجيوليشن بتاعت الجسم ما بتقدرش ان هي تلحق من الرابيديتي. عشان كده مكتوب عندك ايه؟ ان الكرايسيس مش ريليتد للفيجر، للابسوليوت فاليو بتاعت البلاد بريشر، بات اولسو ريليتد للرابيديتي. يعني تلاقي الواحد ضغطه النهارده، قمت انا من النوم النهارده لاول مره في حياتي ضغط 150 على 100، بعد يومين بقيت 180 على 110، ثلاث اربع ايام بقيت 200 على 120، فات يومين بقيت 230 على 130. ايه ده؟ ده فيري رابيد، رابيدلي بروجريسيف، على طول بقى انا وحظي، لا هارت فيلير لا سريبرال هيموريدج هي دي المشكله. لو انا ايرجنسي الحاجات دي هتحصل لي، بس مش هيحصل لي حاجه في الاورجان. ايمرجنسي هيبقى رينال فيلير، هارت فيلير، ستروك، في بقى حاجات ثانيه، ديسكتنج اورتيك انيوريزم. وحطوا كمان حاجه، هو مكتوب ستروك، هي كلمه ستروك دي معناها كمان عارف ايه، بيندرج تحتها السريبرال هيموريدج والانفاركشن. وخلي بالك من كلمه سب اركينويد هيموريدج برضه، يعني خلي بالك عشان ما نيجي ناخد احنا الاستروك هتلاقي ايه، انترا سريبرال هيموريدج، سب اركينويد هيموريدج، ده يعتبر نوع من الاستروك ايضا، والسريبرال ايه انفاركشن، كلاهما وطي الضغط جنتلي وخلاص
لا اكثر ولا اقل. خد لك بقى دوده يلا يا سيدي. لسه انتكر الفيديو بيعمل هذا الفيديو ايه؟ لسه انتكر الفيديو. لا مش كده، ما هو ليفت فينتريكولار فيلير ده ريزلت هايبرتنشن.